بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل صفاتك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقك وخاتم أنبيائك، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وهم لا ينصرون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد آية يقول الله فيها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بعد أن تكلم في سبع آيات عن حال اليهود مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحين طالبهم بالتصديق بها إن كانوا مؤمنين بتوراتهم، لأن التوراة التي كانت بين أيديهم فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، بعد أن ذكر في سبع آيات ما ذكر، تكلم الحق إلى أن ينتهي إلى الآية 123، يتكلم فيها عن بني إسرائيل كلاما آخر غير كلام الإيمان بما جاء به محمد، وهي استعراض تاريخهم مع موسى. في 84 آية إلى قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يتكلم فيها عن كل الأحداث التي حدثت لبني إسرائيل، وحين يتكلم عن هذه الأحداث يستهلها بقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم يسني: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وحين ينتهي من سرد كل ذلك يختم الكلام معهم بنفس الآية، وهي قوله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فكأنه استهل ذكر تاريخهم مع موسى، وإنعام الله عليهم بأن نجاهم من فرعون، وإنعام الله عليهم في التيه، وإنعام الله عليهم بإنزال المن والسلوى، وإنعام الله عليهم قبل ذلك بفلق البحر لهم، وإنعام الله عليهم بأن ظلل عليهم الغمام، وإنعام الله عليهم بأن ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، كل تلك، وإنعام الله عليهم في قصة البقرة، وإنعام الله عليهم بتصحيح أفهامهم فيما يشيعونه ويرجفون به من التشكيك في القرآن بأن توجد آية لتنسخ آية أخرى. كل ذلك تعرض له الكتاب في 84 آية. الدقة في أن الحق استهل هذا الكلام في هذا الموضوع بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يحذرهم ذلك التحذير إلا إذا كان يريد أن يتفضل عليهم بالنعم أولا، ثم يخوفهم بالرهبة والانتقام ثانيا، ليجمع بين الأمرين الرغب والرهب. قلنا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قلنا في معنى التقوى أن التقوى معناها جعل وقاية بينك وبين شيء يضرك. وقلنا أنها وردت فيقول الله اتقوا الله، ووردت يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فكيف ترد اتقوا الله وترد أيضا اتقوا النار؟ اتقوا النار، نقول إنه ما دامت هناك وقاية لأن المكلف والمشرع الذي ينزل إلى خلقه بواسطة الرسول منهجا يأتمرون به فافعل ولا تفعل، يخيفك بأنك إن لم تفعل في مقام افعل، وإن فعلت في مقام لا تفعل، فإنك ستضطر إلى أن تأخذ صفة الجلال منك حقها، صفة الجلال وهي القهار والجبار والمنتقم. إذن فلا بد أن تجعل لك وقاية من متعلق هذه الصفات. إذن فحين يقول لك اتق الله، هي بعينها اتقوا النار. لماذا؟ لأن اتق الله أي يجعل بينك وبينه على العموم وقاية
لا اجعل بينك وبينه على العموم وقايا، لا، وإنما الوقاية من صفات الجلال والبطش والجبروت منه، أما بقية الصفات فالتحم به التحام العاشق، التحم به التحام المحب. إذن قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يريد أن يخوفهم من اليوم ذاته، فلا يقول لهم اتقوا، اتقوا شيء، اتقوا في ذلك اليوم، أطيعوا الله، لأن هذا اليوم ليس يوم تكليف. اتقي في هذا اليوم، ده اليوم انتهى، هذا يوم الفصل، وما هو بالهزل، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، الأمر كله لله، إذن فلا تكليف فيه. فحمل كلمة اتقوا على أن تطيعوا لا مدلول لها، لأن ذلك اليوم ليس محل تكليف، وإنما ذلك اليوم جزاء على من صدق في استقبال التكليف طاعة وامتثالا لأمر ربه. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قلنا الآية الأخيرة في هذا السياق أيضا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الصدر متحد وهم لا ينصرون، العجز الأخير متحد في الوسط، جه قال هنا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، في الآية الثانية ما قالش كده، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فكأن الشفاعة هنا قدمت والشفاعة هناك أخرت، والعدل هنا أخر والعدل هناك قدم. يظن بعض الناس أن ذلك تفنن في الأسلوب، نقول له لا، كل آية جاءت مناسبة لسياقها، بحيث إذا أخرجت صدر هذه الآية مع وسط الأخرى لا تنفع. لماذا؟ قال لك لأن يجب أن تتنبه إلى أن الله حين يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، كم نفس هنا؟ اثنين، لا تجزي نفس عن نفس، يبقى إذن فيه نفس أولى ونفس إيه؟ طب لا تجزي نفس عن نفس، ما هي النفس الأولى؟ النفس الأولى هي الجازية، والنفس الثانية المجزي عنها، يبقى عندي كم نفس؟ نفس جازية ونفس مجزي عنها، كأن نفس هتيجي في دقل مين؟ لنفس. يبقى مدام فيه نفسين انت هتعيد الضمير في ولا يقبل منها شفاعة، منها من مين؟ من أولانية ولا التانية؟ اذا فيه اتنين ممكن ان يرجع اليهم الضمير. أم قال لك فإن نظرت إلى النفس الجازية، هيجي واحد يقول يا ربي أنا هجزي عن فلان، هأغني عن فلان، هأقضي حق عن فلان، هكون بدل فلان، مش ده الجازي؟ وده وفي مجزي عنه، والمجزي عنه قاعد كده ذليل، واللي جازي هو اللي إيه؟ هو اللي هيتقدم. نقول له طيب، ساعة ما يجي واحد يجزي عن واحد يبقى إذا مجزيين عنده، ونشوف عند مين بقى؟ يبقى مين؟ عند الله. هيشفع عند مين؟ الجازي. يعمل ايه الجازي؟ له مرحلتين، مرحلة ان يذهب الى الله ليشفع عنده الى المجزي عنه كده ولا لا؟ افرض انه لم يقبل الشفاعة، لان الشفاعة معناها يا رب علشان خطري سامحه، ادي معنى الشفاعة. فان لم يرضى يقول له ما انتش راضي بشفاعتي، انا ادفع فدية عنه. فإذا لم يقبل شفاعته أدبيا نقول له ندخل في الصفقة المادية بقى، تاخد إيه؟ عدل، فدية عنه. إذن لا يتكلم عن الفدية والعدل في الجزاء إلا إذا فشل في مين؟ في الشفاعة. فكأن الضمير إن عاد إلى النفس الجازية، هي الآية بتاعتنا دي، لا يقبل منها إيه؟ وافرض ان ما قبلش شفاعة، ما ندخلش في مساومة تانية ونقول ايه؟ ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. دي بقى ده ترتيب طبيعي للنفس مين؟ الجازية. لكن النفس المجزي عنه قبل ما تستشفع بالغير، كل واحد لا يستشفع بالغير الا ان ضاقت حيله وعزت عليه اسبابه، مش كده ولا لا؟ حيله اسباب ما فيش، يوم يروح لمين؟ للجازي. ولكن المجزي عنه غير يحل مسألته من الأول، ولذلك أيستشفع بك إنسان في حاجة إلا إن فشلت أسبابه فيها؟
لكن إن كان من الممكن يعملها يعملها. طيب هو لما يحب يعمل يعمل إيه؟ لما يحب إيه؟ يعمل. يقول له يا رب طب أعمل حاجة بدل حاجة. يقول له لا ما تقبلش. يقوم ييأس. يقوم يروح يستشفع بإيه؟ بواحد. لا بالنفس الجازية. من نفس الإيه؟ الجازية. لما النفس الجازية تروح يبقى لا تنفعها شفاعة من النفس الجازية ولا المجزي عنها؟ لا المجزي عنها بقى ما تنفعوش الشفاعة. مش ما تقبلش الشفاعة. ده ما تقبلش الشفاعة لما بيكون واحد بيتكلم عن غيره ما تقبلش شفاعته. إنما لا تنفعه الشفاعة يكون هو اللي إيه المجزي عنه. إذن فكل آية تتعرض لمرجع الضمير إلى واحد من الأمرين. فالضمير إن عاد إلى النفس الجازية نقول لا يقبل منها شفاعة أولا. فإذا لم تقبل الشفاعة ورفضت فلا يمكن أبدا أن ندخل في صفقة أخرى وهي العدل. ما ناخدش العدل. ولكن إن أرجعنا الضمير على النفس الثانية ما هي لا تجزي نفس الجازية عن نفس المجزي عنه. نقول المجزي عنه إما أن يتقدم أولا بالفدية وبالعدل. فإن فشل يبقى يروح لمين؟ للشفيع يستشفع له. هيروح للشفيع يستشفع له ما تنفعوش الشفاعة. هل الشفيع نقول ما نفعتكش الشفاعة ولا ما قبلتش منك الشفاعة؟ ما قبلتش. لكن المشفوع له ما نفعتكش الشفاعة. إذن فالآية هنا منسجمة مع سياقها والآية هناك أيضا منسجمة مع إيه؟ سياقها. ولا يتوهمن أحد أن في كلام الله تكرار. هو تكرار في الجملة يخيل لك أول وهلة أن فيه إيه؟ أن فيه تكرار. تقول له لا كل آية جاءت مع سياقها منضبطة. ولذلك كنا مثلنا قلنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. مش كده قال كده؟ نحن إيه؟ نرزقكم وإياه. وفي آية تانية ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يوم الناس يقول لك ده قدمكم الأولانية على هم في الثانية. وما دام الفقر موجود فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق ولده. ولذلك قال له من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هم يجوا بعدين يبقى مشغول برزق من؟ برزقه هو ما دام إملاق موجود. إنما لما يقول له ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فكأن الفقر غير موجود. أيوه. وهو خايف لما يأتي الولد يجي ايه؟ يجي الفقر. نقول له لا نحن نرزقهم وإياكم. يبقى كل آية جاية في مكانها ولا لا؟ كل آية جاية في مكانها. ما تقولش ان دي تقدمت وده تأخرت كده. لا ده اللي بيتكلم رب. اللي بيتكلم رب بيخاطب النفوس بأسلوب معجز. يبقى كل أسلوب فيه كل أسلوب له لقطة وله مزية. فلا تقل ان دي مكررة ودي مكررة. انما انت ما تنظرش للمعنى الايه الاجمالي. زي اللي قلناها وان تعدوا نعمة الله ايه لا تحصوها. شوف الدقة. وان تعدوا نعمة ما ان نعمة دي مفرد ولا لا؟ طيب وهل العد المفرد يعجز بقى يقول ولا تحصوها؟ يبقى المراد هي نعمة بس انما ايه شاملة الايه نعم. طب وقال وان تعدوا بالله حد مسك كشف كده وقعد يعدد نعم ربنا نمره واحد نمره اتنين ونمره ثلاثه حصل ديك ليه ما تحصلش؟ لان الاقبال على عد شيء غلبه ظن ان تحصيه. ولكن الشيء الذي لا تحصيه اتقبله على عده؟ اتقبله على عد الرمال؟ لا تقبله على عد الرمال. من الممكن ان تقبل على عد جبال انما تقبل على عد رمال. فلذلك جاب قال إن كنت هتعده طب عده. يبقى إذن لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جيب يعني التي للشك. مش ممكن حد هيقبل على العملية دي لأنها فوق الإيه فوق الحصر. مش ممكن واحد يقدر يعده. وبعد ذلك يجي في إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا إيه لغفور إيه رحيم. وآية تانية برضو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيه لظلوم كفار. الله إيش معنى دي؟ قال لك لأن النعمة كما قلنا فيه منعم وهو من؟ الله. ومنعم عليه وهم البشر. ونعمة مش كده؟ النعمة مش هتحصى. والمنعم لما تيجي آية تتعرض للمنعم تقول له غفور ورحيم.
وللمنعم عليه تقول ده ايه ظلوم وكفار، لان لو ما كانش ربنا غفور ورحيم كان بمجرد المعصيه يقطع نعمه. اذن لابد ان تاتي حاجه من المنعم انه ايه غفور ورحيم، وللمنعم ظلوم كفار. فلو ان الله عامل البشر بظلمهم وبكفرهم لقطع نعمه عنهم، ولكن النعمه استمرت عليهم من سيال غفور رحيم، من سيال غفور رحيم. يبقى ما تقولش بقى متكرره، يبقى لما تيجي تقرا الايه دي ما تنخضش كده تقول يا سلام ده قالها في الاول، وبعدين يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا، وبعدين يجي تاني يقول له لا خد بالك دي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، ودي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه. يبقى الضمير مختلف، لان في حاجتين اتنين، فمره رجع الضمير الى النفس الجازيه فقدم الشفاعه وانها لا تقبل واخر العدل، لان ده المنطق الطبيعي مع النفس الجازيه، ولكن في التانية المنطق الطبيعي مع المجزيه عنها ان يتقدم العدل، وبعد ذلك تاتي يستشفع لانه ما قدرش يفدي. يبقى اذا لا دي نفعه ولا دي ايه ولا دي. نمسك بقى لا، واتقوا يوما لا تجزي اي لا تغني، يوم لا يجزي والد عن ايه ولا مولود هو جاز ما يغنيش عنه، لان الانسان حيفر من ايه من امه وابيه كله، لان كل واحد كل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغنيه، وحد فاكر حد ده في الحدث المادي الدنيوي بنسمع كده ان جه الطوفان هتبنك تحت رجليك، في الحدث المادي الدنيوي اللي قدامنا، فما بالك في يوم الايه في يوم القيامة. يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني، ما تقدرش تدفع عنها ايه مكروه. هنا بيقول في ولا يؤخذ منها عدل، والتاني قال ولا يقبل منها عدل. العدل ده العدل الفدية يعني المقابل، يعني عملت يا رب ايه نقدم لك يا رب عدل او كفاء مع اللي حصل مني. طب هو انت تملك حاجة؟ انت تملك عد دي حقا، وفي ملك ليك دلوقتي؟ ما فيش. يبقى كلام فاضي كله، ده على فرض ان يكون عندك، على فرض ان يكون عندك. نقول له طيب ايه العدل ده؟ قال لك العدل دي مرة تيجي كلمة عدل بكسر العين، عدل وكلمة عدل، كلمة عدل مقابل الشيء من جنسه، مقابل الشيء قماش يبقى عدله ايه قماش، مثلا ذهب يبقى عدله ايه ذهب، يبقى مقابله من ايه من جنسه، يبقى ده اسمه ايه عدل. وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه عدل، اسمه ايه عدل. ولذلك اقرا القران فعدل ذلك صيامه ايه فعدل ذلك يعني المقابل لذلك او اللي كفر ذلك عدله ايه. والعدل معناه ايه؟ معناه الحق مش كده، وبنقول عليه الانصاف، مش ده العدل؟ والعدل لا يكون الا بين ايه في خصمين مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مرة ويراد به الحق ويراد به الايه الانصاف. الحق والايه والانصاف ده علام قوي. نيجي نقول له تعالى بقى تلاقي التلاتة متفقين في المعنى ليه؟ أم قال لك لأن لما أجي أقول عدل وحق وإنصاف ألاقيهم الواحدة. حق يعني إيه؟ يعني شيء ثابت لا يتغير، لأنه مرتبط بإيه؟ واقع، مرتبط بإيه؟ بواقع. طيب والعدل يعني إيه؟ العدل إنك ما تجيش لجهة على حساب جهة، تبقى هي خلها إيه؟ طب والإنصاف؟ بلك لو فطن الناس إلى مدلولات الألفاظ كانت تتحل لهم إشكالات كتيرة قوي. انصاف يعني ايه؟ مش انصاف ده يكون واحد بيحكم بين اتنين يقول له احكم بالانصاف؟ يعني ايه يحكم بالانصاف؟ انصاف. شوف بقى لا تجعل كليتك لجهة، بل انظر الى الخصمين نصف للخصم ده ونصف للخصم ده. كده وقف كده، اوعى تميل كده شوية ولا كده شوية. الله، ادي معنى ايه؟ انصاف. اياك ان تذهب بكلياتك الى خصم ولو بميلة الجسم كده، إياك أن تذهب إليه ولو بميل بصرك إليه، إياك أن تذهب إليه ولو بتكريمة من لسانك.
لازم يبقى مؤمن. خلي نصك لهذه الجهة ونصك لهذه الجهة، يعني ليست جهة في الخصومة أولى منك، أولى من جهة بيك، بل للجهتين الاثنين حقهم. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يقعد بين أصحابه كان بيعمل إيه؟ كان يوزع فضله على كل جلسائه، حتى لا يحسب جليس أن واحدا من هؤلاء أعز عليه منه، لأن حقهم منه واحد، حقهم منه واحد. ولذلك يساوي بين الناس في النظر حين ينظر، يعني النظر لده شوية ينظر لده شوية ينظر لده شوية ينظر لده، إن استمع لده يستمع لده. ليه؟ لأن الكل شركة فيه، ليس واحد من هؤلاء أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن جلس لموطن الخصومة نقول له يا شيخ احكم بالحق، خليك ايه؟ عادل، خليك منصف، يعني خلي نصك هنا ونصك ايه؟ ونصك هنا إيه؟ ولذلك أبو الحسن اللي هو الإمام علي لما دخل على القاضي في قضية الدرع ماذا حصل؟ لما قال له يا أبا الحسن امتنع عن إنه، قال له أنت كنيتني ولم تكني خصمي. يبقى النص بتاعي زاد، نص بتاعي ايه؟ زاد. يبقى دي معنى انصاف، يعني ايه؟ خليك كده شق نفسك اتنين، نص لده ونص لايه؟ ونص لده. والحكايه اللي حكوها لنا عن القاضي الذي شهر عنه انه يحب الرطب، اشتهر الناس عنه قال ده القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فواحد له قضيه عنده فعرف المساله دي، فانتهز بواكير الرطب. وشوف بواكير الرطب لما تيجي بقى، يعني مش الرطب كتير مال السوق، لا ده لسه بقى يعني كده. ومعنى بواكير الرطب يعني قعدوا مده طويله من غير رطب، مش كده؟ والبواكير دي جت تبقى النفس ايه؟ مشتاقه له قوي. فالراجل له قضيه ناصح وحب يدخل على القاضي من ناحيه ما احب. ليه؟ ام قال لك لان فيه لكل شخصيه مفتاح، بس مين بقى الشاطر اللي يعرف مفتاح الشخصية يدخل عليه من ناحية ايه؟ يمكن واحد لا تدخل عليه من ناحية المال ولا من اي ناحية، يمكن تدخل عليه بكلمة ثناء كده تقول له يا سلام على هندامك النهاردة، ايه الوجاهة دي؟ يقوم خلاص مفتاحه كده، مفتاحه. يبقى الراجل عرف مفتاح القاضي، وهو انه يحبه، يحب الرطب. فراح جايب طبق رطب حلو كده وراح موديه له على البيت. فلما اخذوا الخادم اعطاه للقاضي، قال له ما هذا؟ قال له طبق من الرطب. قال له من جاء به؟ قال رجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا. فتذكر القاضي ان ده له قضيه عنده، فلم رد الطبق، قال له رده اليه، فرد. ثم ذهب الى مجلس القضاء في الغد، فدخل الرجل ودخل خصمه، فلما دخل وقف بين يديه لم ينبس بكلمة ولا حكم، وسك أوراقه وتنه قايم. ذهب إلى الوالي وقال أستقيلك من القضاء. قال له لما ولمن تدع العدل بين الناس؟ إنك فينا كذا وكذا 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 وكذا. قال له اسمع مني قصتي، شهر عني أني أحب الرطب، فجاء خادمي بطبق فيه رطب من بواكيره، فلما رأيته قلت ممن؟ قال من فلان. قلت نعته؟ قال صفته كيت وكيت. فعلمت أن له عندي قضية، فرددت الطبق وقلت أنا لم أدخل معه في حساب الإحسان، خلاص انتهينا. لكن لما دخلت مجلس القضاء وجاء هو وخصمه، فوالله ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق. فأنا ما عدتش أنفع. أهو ده بقى العدل، أهو ده الإنصاف. لما شاف إن اللي أهداله طبق الرطب مع أنه رده برضه كده قلبه يعني من ناحيته، يعني قال لك لا ما استووش في إيه؟ ما استووش في نظري، يبقى النص اختل، يبقى خد حتة من النص بتاع التاني، يبقى إذا أنا ما انفعش في إيه؟ في الحكم. يبقى ده معنى الإيه؟ يبقى عدل وحق وإيه؟ وإنصاف. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا. وقلنا بقى طبعا كلمة النفس دي اذا وردت في القرآن فافهم
ما مش عايزين لخبطة النفس والروح. قولوا لا، النفس دي يجب أن تفهم أنها حين تتصل الروح بالمادة وتدينها الحياة تبقى توجد النفس، إنما المادة وحدها قبل أن تتصل بها الروح خيرة خيرة ومنقادة ومقهورة ومسبحة لله. اوعى تقول الحياة الروحية والحياة المادية وأصل المادة سخيفة والمادة بنت كلب. قول له قال أبدا، ده المادة ما بتسخفش إلا لما تجيلها الروح وتلبس فيها وتوجد فيها حياة، إنما هي على استقلالها إيه، والروح على استقلالها خيرة. لما تلتقي الروح بالمادة وتأتي الحياة وحركة الحياة وتتحرك الشهوات يبتدي الإيه. إذن ولذلك الموت بيعمل إيه، توفي النفس يعمل فيه إيه، يطلع الروح من الإيه، من الجسد. دي تروح إلى عالمها التسخيري الفطر الطبيعي، ودي تروح لعالمها التسخيري الفطر الإيه الطبيعي. ولما كانوا موجودين كانوا محكومين بالإرادة، الروح ادتها حياة، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى سخر جوارحي لتنفعل لي. يعني ايدي اذا عايز اتحرك كده تتحرك، لساني بتكلم عايز ابص ابص، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الجوارح بتاعتي منقادة لانقياد ايه، تسخيري لارادتي، فهي تنفذ مني ما اريد وان كان على غير المنهج، بس تبقى متضايقة مني، تبقى ايه متضايقة مني. ليه؟ لانها هي في ذاتها مسبحة، هي خاضعة، هي طاهرة. انما كن ربنا جعل لك ارادة عليها بتطيعك. وانا ضربت مثل وقلت زي فرقة جيش وياها قائد ضابط بتاعها مأمورون ان يطيعوه ولو غلط، مش كده؟ وبعد ذلك لما يبقوا يروحوا عند القائد الاعلى يقولوا له والله ده عمل كذا وعمل كذا، انما نفذوا ولا ما نفذوش. كذلك احنا برضو ارادتنا بتسيطر على جوارحنا وعلى طاقتنا، ونفعل بها الطاعة ونفعل بها الايه المعصية، مقهورة لي، إنما هي تفعلها وهي كارهة لي، إنما مسخرة منفعلة لإرادتي. ولذلك لما تنفك عن التسخير والقهر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ليه؟ لأن وقت التسخير انتهى، وقت الإيه، ورحنا للإيه، للرب الاعلى. نقول ارضهم اذا ما دام اللسان بيشهد والجلود والايدين والرجلين، امال هي الحكايه كانت ايه؟ يقول لك لا، كانوا مقهورين له بصفه ايه، التسخير لارادته، ينفعلون له كافرا كان او ايه او مؤمنا. وبعد ذلك اليوم ده ما فيش حد له حاجه بقى، خلاص انتهت المساله، احنا عند ربنا كلنا. يوم تشهد عليهم السنتهم وايه وايديهم وارجلهم. اذا فالنفس هي جماع اتصال الروح بالايه، بالجسد، وتاتي ايه الشهوات بقى، وتأتي الاختيارات، وتأتي ونفس وما سواها فألهمها إيه فجورها وتقواها. إلا أنه شاع عند الناس الحياة المادية والحياة الإيه الروحية، فاهمين أن الروح اللي هي بها الحركة، لا، الحياة الروحية اللي هي منسوبة إلى الروح القرآني اللي نزل به الروح الأمين، وكذلك أوحينا إليك روحا إيه من أمرنا. أدي الحياة الإيه الروحية، أوعى تفتكرها أن الروح اللي بتتصل بالمادة اللي تتحرك، وإلا فبرضو دي في الكافر ولا لا؟ اذا ما بتجيلكش الروح الثانيه، الروح الايمانيه، الروح اللي بتحيا بها الحياه المراده لمين، الحياه المراده لمين؟ لله، هي دي الحياه الروحيه. تبقى الحياه الروحيه ما هيش الروح اللي بتتصل بالماده عشان تدي لها الحس والحركه، نقول له دي المؤمن والايه والكافر سواء فيه، انما ديك الروح الايه الايمانيه التي عناها الحق سبحانه وتعالى بقوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه يحييكم. هو يخاطبهم، هو وهم أحياء ولا لا؟ طب يقول كيف يقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما هم أحياء بالروح الأولانية. نقول لا، لما يحييكم الحياة التانية اللي جاء من الروح الهي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الإيه. فإذا سمعت بقى الحياة الروحية يعني الحياة القيم اللي نزل بها إيه جبريل اللي جاء في الإيه في القرآن. أما الروح الأخرى فشركة بين مين؟ بين المؤمن وبين الايه وبين الكافر. لكن المادة على اطلاقها خيرة بطبيعتها، منقادة بطبيعتها، والروح بانعزالها برضو خيرة بطبيعتها. وابعاد الكافر، شوف ابعاد الايه، لسان الكافر الذي لا يقول لا اله للكون، اللسان ده نفسه يقولها ويلعن المريد لها، يقولها ويلعن. ولذلك هيجي يشهد في الاخر يقول ده بقى يقول بيا كذا وبقى يقول بيا كذا وبقى، ما خلاص الاختيار راح من انتهى.
انتهى كل شيء. يبقى إذن يوم واتقوا يوما لا تجزي ايه نفس عن نفس ايه شيئا. عال ولا هم ينصرون. قال لك النصرة دي تأتي على لونين، يريد الحق أن يعذبهم فيأتي قوة تانية تأتي وتقول لا ما تعذبهمش يبقوا نصراء لهم، أو يجعلون الله يفعل بهم ما يريد ثم ينتصرون من الله لهم. لا دي تيجي ولا دي تيجي، لأن الأمر كله لمين؟ الأمر كله لله. فحين يعذب لا يستطيع واحد أن واحد من الخلق أن ينصر المعذب أو ينتصر له من الله الذي عذبه. لا دي تنفع ولا دي إيه؟ ولا دي تنفع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها إيه؟ شفاعة. ما تنخضش إن كنت يعني في اللغة كده لما تقول ويقبل منها شفاعة، وشفاعة مؤنثة مثلا، كان يقول ولا تقبل منها إيه؟ تقبل شفاعة، يعني كمن شفاعة كلمة إيه؟ مؤنثة. تقول ما قالش ليه تقبل منها شفاعة؟ نقول له كل مؤنث غير حقيقي، مؤنث غير حقيقي لك أن تذكر معه الفعل وأن تؤنث الإيه؟ الفعل. وإذا جاء فصل بين الفعل والفاعل حتى ولو في المؤنث الحقيقي تنفع انك تذكر وتأنس. مفهوم ولا لا؟ يبقى تقبل شفاعة ويقبل ايه؟ شفاعة. يبقى صح. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذ ساعة ما تسمع إذ دي اعرف انها ظرف لحاجة، ظرف لحاجة. واحنا قلنا الظرف نوعين، لأن كل حدث من الأحداث يحتاج لزمان يقع فيه ولمكان يقع فيه، مش كده؟ ولا في حدث من دون زمان ودون مكان؟ لازم كل حدث له إيه؟ زمان ومكان. لما أقول لك اجلس حيث جلس زيد، يبقى ما أراد بها الإيه؟ المكان، مش كده ولا لا؟ ماشي؟ طيب يقول ربنا اذكر إذ فعلت كذا، اذكر وقت ام فعلت كذا. يبقى ساعه ما تشوف وشوف اذ ديا واذ نجيناكم افهم ان هنا ظرف، وهذا الظرف لما بعده ظرف النجاه. بقول له اذكر الظرف اللي انا اذكروا الظرف اللي انا انجتكم فيه من ايه؟ من فرعون. فساعه ما تسمع كده كلمه اذ اعلم ان فيها تقدير، اذكروا اذ نجاكم، اذكروا هذه الحادثة جيدا. طيب برضو الآية دي فيها كلام، لأن الآية دي وردت برضو ثلاث مرات في القرآن. مرة هنا في سورة الإيه؟ البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في الأعراف، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مش كده؟ بس هنا يذبحون وهناك إيه؟ لا يقتلون، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إنما للآيتين الاثنين دولي متفقين في أشياء ومختلفين في شيء واحد، دي نجينا وديك إيه؟ أنجينا. أدي أول خلاف، ويذبحون هنا وهناك يقتلون، إنما متفقين في إن ما فيش واو قبل يذبحون ولا واو قبل يقتل إيه؟ يقتلون. يبقى عرفنا الآيتين، بقى إذن فيه آية، وإذ نجيناكم من آل فرعون إيه؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون إيه؟ أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآية الثانية مش وإذ نجيناكم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون برضو يسومونكم سوء العذاب، ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في سورة إبراهيم، إلا أنها نجى برضو، إلا أنها قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى حصل الخلاف هنا إيه؟ في الواو مع الآية الأولانية اللي احنا بصددها لآية البقرة، يبقى حصل خلاف في الواو.
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ديك وإيه ويذبحون. نقول له صحيح، لكن لاحظ إن الآية دي من الله، وإذ نجيناكم من آل فرعون. المتكلم مين؟ آه. لكن ديك بتاعت إبراهيم، وإذ قال موسى لقومه قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. أوه يبقى الآية دي من كلام مين الأولى؟ الله. كلام الله. إنما الآية الثانية من كلام مين؟ موسى. من كلام موسى. يبقى عايزين الحتة دي، إيه يعني الفرق بين كلام الله وكلام موسى؟ طب ما هو كلام موسى بيحكي عن كلام مين؟ الله. الله. لكن الله الأكبر الأعظم حين يمتن على عباده بقمم النعم، ما يمتنش بالنعم الايه الصغيرة. لما يجي مثلا الملك او الرئيس او رب العيلة يقول له يا اخي انا عملت لك كذا وكذا 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 وكذا، ما يعدتش واكلتك مرة لحمة واكلتك مرة سمك وعملت فيك كذا، وحش فلان اللي بيضرب لك قلم يقول له لا انا جبت لك بدل ووديتك المدارس، يمتن بالايه بالقمم اللي تناسب، انما الحاجات الرفيعه الصغيره اللي ما. فكان الله حين امتن على بني اسرائيل قال واذ نجيناكم من ايه من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو نفس سوم العذاب اللي ربنا حيمتن به يذبحون ابناءكم، يبقى هو نفس سوم الايه العذاب. انما ما تكلمش عن الايه عن المسائل الثانيه، انهم كانوا ياخدون اجراء في الارض ليحرسوا في المصانع عشان ينحتوا الايه الحجر، مش كده، في البيوت عشان ايه يخدم اللي ملهوش شغله من دول عندهم كده يعملوا عليه جزيه، يعملوا عليه ايه جزيه. ولذلك كان اليهود ينكرهم ويعملوا ايه، يمشوا بقى بهندام غير يعني مش راقي يعني، ويبقى ماشي مسكين كده مزلل عشان الجزيه تبقى ايه، ادي معنى الزله والمسكن، يقعد يزلل ويتمسكن عشان ايه ما يدفعش ايه كتير انه غلبان يعني، ودي خصله ملازمه فيه. يبقى إذن حين يمتن الله لا يمتن إلا بقمم الأشياء، لكن موسى حين يذكرهم ما يمتنش بس بقمم الأشياء، ده يجيب لهم كل حاجة. فكأن سوم العذاب غير يذبحون إيه أبناءكم، إنما سوم العذاب ربنا جابها إيه، هو قمته تسبيح الإيه الأبناء واستحياء الإيه النساء. كلمة نجة وكلمة أنجة، كلمة نجة دي نجيناكم، والتانية اللي في الأعراف أنجيناكم، والكلام من الله. نقول له ده في فرق كبير بين نجا وأنجا. إزاي؟ أم قال لك لأن نجا دي يكون وقت العذاب ما هو نازل ياخدهم من العذاب ساعتها، إنما أنجا ما يخليهمش يعذبوهم، ينفذهم من أنهم يتعذبوا، إنما التانية يخلصهم من أنهم يتعذبوا. فإن كان الحق سبحانه وتعالى في يسمونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا وياهم العمال دي، بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ويحرسوهم في الأرض يحرسوا، ويعملوا في ينحطوا الحجر، واللي ما بياخد جزية. نقول ده حصل ولا ما حصلش؟ إنما ربنا قال في سوم العذاب القمة في بتاعته في إيه؟ في التسبيح، قمة التسبيح. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه من الحاجات اللي كانت بتحصل، يبقى مره يجيب نجا ومره يجيب ايه يعني فعل الله معهم على مرحلتين، مرحله انه خلصهم من فعل وسوم عذاب واقع خلاص، وابعدهم عن فعل وسوم عذاب. يبقى جه في ايه، جه في الاثنين. لما جه سيدنا موسى ما حبش يفصل الاثنين عن بعض، قال دي ودي وعمل دي حاجه ودي ايه ودي حاجه، زي ما انت تيجي تقول له يكفي انك انت لما تتني تقول لك جاب بدله مثلا، واللي بقى امك بقى تيجي تقول لي يا شيخ ده جاب لك البنطلون وجاب لك الجاكيته وجاب لك القميص وجاب لك الكرافته وجاب وتلم له بقى. فموسى حين يمتن بايه؟ بكل اشياء، ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب قمه الايه ويجيب ننجى ودي ايه ودي انجى، نجيناكم وايه وانجيناكم. كلمه شوف بقى يسومونكم سوء العذاب، ما هو السوء؟ كلمة سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى،
العذاب المشتمل على ألوان شتى. هنا كلمة يسومونكم، يسوم يعني إيه؟ سامه. لما تقول فلان سام فلان خصفا يعني أولاه ذلا وعنة وإرهاقا، مش كده؟ طب وجيب جايبة كلمة يسومونكم دي إيه يعني معناها؟ أصل سامة من مأخوذة من سام الماشية، ومعنى سام الماشية أي تركها ترعى، لذلك سموها السائمة المتروكة إيه؟ سائمة. شوف بقى لما يكون هو يسوم، قال يسوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كأن مرعاهم وزادهم كله إيه؟ عذاب. كله عذاب وكله إيه وكله ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها واوا إلى آخر. شوف كلمة إيه؟ يعني كأن الله يريد أن يقول إن قوتهم نفسه وحركة حياتهم زي سوم الماشية بالعذاب كلها بالإيه؟ وده طبعا كان له سبب، كان له سبب أولي وبعدين سبب تاني. فسوم العذاب بهذا الشكل كان له سبب، والأمر الثاني من التسبيح كان له سبب، يعني ده له سبب وده له إيه؟ أما السبب الأول العملية اللي فيها إذلال ديا ويسومونهم سوء العذاب يجعلوا قوتهم من العذاب، فده له سبب. هذا السبب إن سيدنا يوسف لما جاء مصر وجاء معه أهله ظلوا يتكاثرون في مصر، جم ليس في عهد الفراعنة. هنا بيقول آل فرعون، وإحنا نعرف إن كلمة آل فرعون، فرعون ده اللقب لكل من يحكم مصر في القديم، مش اسمه كده، كما يسمون من يملك الروم قيصر. يبقى كل من يملك الروم ايه؟ وكل ما كان يملك مصر يسمى ايه؟ فرعون. وكل من كان يملك الفرس يسمى ايه؟ كسرى. وكل من كان يملك الترك يسمى قاقان. اذا دفل دقب لمن يحكم ايه؟ يحكم مصر. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر يتكلموا عن فراعين قدماء كانوا في أيام عاد وثمود، ولذلك اقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والليل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد ده دليل على أنها كانت على إيه؟ على حضارة ايه؟ يعني كانت على حضارة ارقى من حضارة المصريين. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد، يعني جت حضارة الفراعنة والقناة مصر بعد مين؟ بعد عاد وبعد ثمود، مما دل على ان دول حضارتهم كانت حضارات ايه؟ قديمة. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. كل طاغي وبعد ذلك يأخذ أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر، مش هيبلغوا مبلغ من عاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنة القدام باسم فرعون، مش كده؟ وتكلم عنهم في أيام موسى برضو نجيناكم من آلمين فرعون. لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون، ما جاتش في قصة يوسف كلمة فرعون أبدا. عزيز لا، ده العزيز ده زي رئيس الوزارة، إنما ملك. ملك وقال الملك ولما رأى الملك الايه الرؤية. إذن فكان يسمى الحاكم في أيام يوسف ايه؟ ملك، مش ايه؟ مش فرعون، مع أنه سمى القدماء فرعون وسمى المتأخرين في أيام موسى إيه؟ فرعون. ولكن سمى ده لهم ملوك، اللي هم الأصل جراسي الأصل الجرثومة لبني إسرائيل في مصر، مع أن دي حكاية ما نعرفتش إلا بعد ما اكتشف حجر رشيد إن الفترة ده هي ما كانوش فرعون، ده كانوا ملوك الهكسوس أو الرعاة اللي جم واستعمروا البلد ملوك. ولذلك قال الملك ائتوني، ما قالش قال فرعون، مع ان الحكايه ما نعرفش الا دلوقتي.
لكن القرآن الذي صدر من الرب الذي يعلم أرخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فدوك الأول فرعون وده الثاني إيه؟ وشمعنا ده الملك بقى؟ لأنهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين لأنهم كانوا غازيين. كانوا إيه؟ غازين. كانوا غازين وسموا نفسهم الملوك الإيه؟ الرعاء أو الهكسوس. وهذا أمر لم نعرفه إلا بعد. وتلك ميزة من ميزات القرآن الكريم تنضم إلى ميزاته الكثيرة التي أخبر فيها بغيب لم يكن معلومة ثم صار مشهودا معلومة. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.